9-0 لحظات كتير قليلة تفصلنا إنه واحد منا يتوج بلقب توب شيف موسم الخامس. هاللحظة اللي ناطرينها إلنا أشهر. أكبر لحظة كنا ننتظرها أنا وشيف شربل من الأسابيع الـ 12 اللي فاتوا. شيف شربل وشيف نسيم، تعبتوا 3 شهور عشان توصلوا وتوقفوا قدامنا الليلة، وأكيد حلمتوا تسمعوا اسمكم بيتوج بلقب توب شيف في العالم العربي. واجهتوا أصعب الظروف، بس النتيجة كانت تستحق كل التعب، وكل التعب وصل واحد منكم في النهاية لدي اللحظة. هيدي اللحظة صعبة، منا هينة أبداً. دقيت قلبي ما عم توقف، قلبي فوق وتحت ويمين ويسار. توب شيف العالم العربي للموسم الخامس هو أو هي شيف شربل. الدنيا وقفت هون، الشعور رائع، مني مستوعب إذا أنا عم بحلم ولا أنا بحقيقة. بكل معنى الكلمة طاير من الفرح، الدنيا كلها مش ساعدتني. بهاللحظة بالذات حلمي تترجم لحقيقة. هيدا الحلم اللي إلي 3 أشهر عم حارب كرماله. كتير فخور بنجاحي وتتويجي لقب توب شيف. بشكر ربي على الفرصة اللي جيت فيها على توب شيف، على المسيرة كلها اللي قطعتها، وعن جد الدنيا مش ساعدتني. كنت على خطوة صغيرة إنه آخذ لقب توب شيف، بس في النهاية واحد كان لازم ياخذ اللقب، وشيف شربل خذاه. شيف شربل يستحق اللقب، شيف صغير، محترف، طموح. تعبت من 7 سنين لهلا، قدرت أوصل لهاللحظة، حلمي تحقق هلا. ما في شيء مستحيل بالمصابرة وبالشغل وبالتعب، في كل واحد يوصل ويحقق هذا الحلم. حابب اهدي هذا الربح لبلد الحبيب لبنان، لعائلتي، لكل اصدقائي اللي امنوا فيي وبالاخر ما خذلته.